مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو والله العظيم ما كنتش هو نديرو، ولكن بغيت نديرو انا ونقول لكم هذه البلاصه فين كاينه. هذه البلاصه اللي هي شنو نقول لكم، واحد البلاصه اللي زوينه بزاف وبغيت نشاركها مع صحابي والاصدقاء ديالي. البلاصه نقيه، فيها الماء نقي، راه ما كاين لا فلتر لا والو، فيها داك الشيء واعر بزاف. سبحان الله العظيم، واحد هذه البلاصه هذه من افضل الاماكن اللي شفت في حياتي، بالحجر ديالها بالماء ديالها. المهم هاد البلاصة خوتي كاينة في مريسة. الناس اللي ما عارفينش فين كاينة مريسة، مريسة راه كاينة قريبة لتاونات، يعني الناس اللي عايشو ماشي مدينة يركبوا أسطول يوصلوا لتاونات، راه كاين الطاكسيات موجودين ب 30 درهم لمريسة. ملي كتركب لمريسة داك الساعات كتكون في الوسط، عندك جوج الحلول، إما تجي لهاد الغادي الحامة أو تمشي لسد أسفالو. يعني انك ملي توصل المريسة زورها جوج بلايص اللي كاينين قرابين المريسة، بس تقريبا ماشي 100 كيلومتر او 10 كيلومتر، يعني قرابين شي بلايص اللي هما واعرين بزاف. وسد اسفل ان شاء الله دابا حطكم تو فيديو واحد اخر تشوفوا المناظر ديالو، وانا نقول لكم كيفاش الطريقه توصلوا له. تقريبا هي بحال انا قلت لكم، اجيو المريسة ان شاء الله صحاب التريب، صحاب اللي كيبغيو يسافروا اجيو مجموعين، راه الترونسبور موجود، الماكله موجوده في المريسة، وهاد البلاصه دي ما تملوهاش، حيت شنو نقول لكم بلاصه اللي واعره بزاف. المهم صورت لكم غير الفيديو هادو باش ان شاء الله ملي تلقاو الوقت زوروا جوج بلايص اللي هما واعرين بزاف. تهلاو في راسكم.